لو الحكاية فيها إن فيديو. عموما اللي ماشي في السوق الأيام دي في المانوال اللي تحت 100,000 جنيه كساعة، وبالنسبة للأوتوماتيك الشريحة اللي هي من 120 لغاية 150,000 جنيه، دي أكتر عربيات متداولة في السوق. حضرتك قلت الفيرنا بتبدأ من كام؟ الفيرنا برضو بتبدأ، بس الفيرنا عشان هي شركة واحدة من أول 2004 لغاية 2017، فهي بتبدأ من 60,000 لغاية 125 في المستعمل و130 في المستعمل لغاية 2016.